نحن من أهالي جميعا من الحرجة والجدرة والقراع والعاطف من جميع الطوائف. جينا نعم جينا نعزي الباني كافة وجينا نعزي أهل بيحان عامة في الشهيد الراحل الشيخ عبد الله بن عبد الله الباني الله يرحمه. ونحن نقول نحن جنبكم، لازم نبقى جنبا إلى جنب أهل بيحان، لازم نتضامن على هذه الأشياء وزي هذه المشاكل. هذا اليوم تكررت وتكررت ثاني مرة. قبل أمس داخل الحرجة عاده واحد جاءوا فوق طقم، لا عند واحد صاحب قات، قالوا يبغوا منه قات، قال لهم ب2500، قالوا بالشله من 1000، قال والله ما يخارجني، قالوا والله بالشله ولا بيقع لك دي وقع للباني. قبل أمس في الحرجة هذا، والناس نيام الناس صيام ما حد داري، ما هلقوا منه. واسمع عبد الغفر، رحنا للشيخ صالح عبد الرباه قلنا لازم تتواصل بالجهات المعنية، تتواصل بالقائد حق هذا ولا لا. دفاع شوه ما هو جسوا يتهددون ولا الناس ما تضطر الصراحه انها تعمل اشياء، ولكن ما هو ما فيش داعي لهذا الامور. فقال الشيخ صالح انه بيتواصل بالقيادات حقهم وبيكلمهم من شان هذا الافراد الذي يتعصبون او يتهددون او يعملوا لهم مشاكل. احنا ما احنا شيء اذى لهذا الاشكال، كل يوم هم بيتهددون لهم واحد ولا شيء. احنا لازم نوقف ونتضامن مع بعض للحق، لا نريد قتال، لا نريد اي مشاكل، لا نريد فوضى. لا جينا بانتماءات سياسيه ولا جينا بانتماءات حزبيه، احنا جينا اخوان اصحاب بيحان متضامنين على اي منكر واي باطل يحصل في المديريه الناس تكون مع بعض. احنا جيناكم متضامنين معكم، وسوف نجلس معكم يوم ورا يوم وكل يوم من جميع المناطق حتى ان الجناه ياخذوا جزاهم. ونطالب السلطة المحلية في المديرية أن يتابعون السلطة المحلية في المحافظة ويتواصلوا مع المحافظ بحيث أنه يهتم في هذه القضية، لا يجلس يعني يتمهلوا بالناس أو ما في داعي لهذا الكلام. وإحنا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.